سامحيني يا نادية، سامحيني يا بنتي، أنا ما قصدتش أهتم ابنك ولا يجرى اللي جرى. قلت لك خد الواد وامشي، ما سمعتش الكلام ليا يا نادية. سبتيني لمين يا حبيبتي؟ أنا ما حسيتش إني عجوز غير لما مشيتي. الرايق وقع يا نادية وبقى صاحي معايا. أنا عارف إني عمري ما كنت أب يشرف، بس كنت بحبك أنت وأخوكي وعايز أرضيكم طول الوقت. كنت مشغول عنكم بالدنيا بس كنت بقول لنفسي هم بكرة هيورثوك وينسوك، بس أنت اللي خلفت الاتفاق يا نادية ومشيتي قبلي. سامحيني يا بنتي، سامحيني. فاكر مراتك ده هيرجعها؟ ولا هيغير حاجة من اللي هو عمله فيك؟ عيط يا رايق، عيط. بس بكرة لما أجي أخدوك على المصحة تعرف تعيط براحتك. يا ابني حرام عليك، أنا ما عدتش حمل بهدلة. بهدلة؟ هو أنت شفت بهدلة؟ دي نادية يا رايق. احنا اتكلمنا كتير في الموضوع ده يا سليم، وانت خلاص اخترت. انا اخترت اني اكمل في التجارة يا جيهان، مش عشان اكون الكبير، والدليل قدامك اهو. احنا ما عدناش كبار السوق. انت عارفة يا جيهان ان في لعبتنا دي اللي بيدخل مستحيل يخرج سليم، وده اللي خلاني اكمل، لان ده هو الطريق الوحيد اللي ممكن اضمن بيه انك تخرجي انت والولاد بدون خسائر. مش صحيح يا سليم، طول ما انت في اللعبه دي والتجاره دي لازم هيكون في خسائر ليك ولكل اللي حواليك. انا مش عايزه اي حاجه دلوقتي غير اني اقدر اربي زين معايا، دول ما فاضلهمش حد غيري. مش بمزاجك يا جيهان ولا بمزاجي، حماية العيلة دي فرض عليا ووصية، مستحيل أخلي حد يمنعني إن أنفذها. وأنا مش هجازف يا سليم، محدش دفع تمن قد اللي أنا دفعته عشان خاطر اللعبة دي، من وقت ما كنت لسه بنت نشأة الفخران ولحد النهاردة، حتى بعد ما اتجوزت زين. أجان هانم، الموضوع أكبر بكتير إننا بنشتغل في التجارة ولا لأ. الموضوع إن إحنا عايزين نرجع حياة العيلة دي، وأعتقد يعني إن أنتي أكتر واحدة خايفة على اسم العيلة، بما إنك يعني تعبت فيها. طب كويس إنك عارف إني تعبت في بناء الاسم ده، ولسه هتعب كمان وهكبره أكتر من كده كمان، بس بعيد عن التجارة وبلمة ولادي حواليا. وبعدين أنا بصراحة مش فاهمة يهمك في إيه قوي اسم العيلة؟ هو مش برضه مراتك هي اللي قتلت أخوك وخرجت منها زي الشعرة من العجينة؟ خليك معانا يا يحيى عشان نفضل أقوياء، كفاية دم وموت، ولا أنا هفضل مستنية لغاية ما أشوف العيلة دي بتخلص واحد ورا التاني. ما بقتش قادرة، ما بقتش عايزة أشوف حزن تاني حواليا. الحزن هيجي من بعدنا عن بعض. عم زين لو كان عايش ما كانش هيقبل إن شمل العيلة دي يتفرق. إذا ما سعادتك بتعملي دلوقتي يا جيهان هانم. زين لو كان موجود الله يرحمه ما كانش هيرضى يشوف العيلة وهي بتخلص كده ورا بعضها. أنت عايزة إيه يا جيهان؟ تبعد عننا يا سليم. أنا مصمم إنك تكمل في التجارة دي،
ابعد عننا ومن فضلك من هنا ورايح تتعامل معانا على اننا عيلتين. قالت زينة العطار وقالت سليم العطار. الفراق بيجيب فراق ومع الزمن بيتحول لكره. ده آخر كلام عندي. بلاش نوصل لطريق مسدود. مامي احنا مهما حصل ما ينفعش نبعد عن عمي سليم. يا عمي أرجوك كفاية بقى التجارة دي، احنا ما جلناش منها غير الموت. احنا مش نقدر نبعد عن عمي سليم، احنا ملناش غيره يا ماما. طمني يا سلمى، انا كمان يا حبيبتي عمري ما هبعد عنك ولا سيبكم. حتى لو ابوك يا الله يرحمه كان لسه عايش وقال لي اسيبكم برضه مش هسيبكم. ماما احنا ما لناش دعوه بالتجاره، بس ما ينفعش نبقاش جنب بعض، وحتى لو في اي خلاف ما بيننا ما ننساش ان احنا عيله واحده. قول لعمك ما تقوليش انا الكلام ده، بس انا برضه عايزه اقول لكم لو مش عاجبكم كلامي انتوا احرار في حياتكم، اعملوا اللي انتوا عايزينه، بس تنسوني خالص، تخرجوني خالص من حياتكم. خلاص يا جيهان، يبقى الولاد يختاروا. حازم ياسمين يا عم، انت عارف رأيي كويس. الدار اللي فيها خلاص بره التجارة دي. تمام يا ابو علي، بس علشان نبقى واضحين من دلوقتي، الدار ملهاش علاقة بالطريق الشرقي. مش بس كده، ده كمان رجالة الدار اللي قرروا يشتغلوا معانا اختارونا بإرادتهم ومن غير ضغط. أنا همشي يا جيهان وهعمل لك كل اللي انت عاوزاه، بس خليك عارفة كويس لو حصل لي حاجة أنا بعمل كل ده علشان أحميكم. وإنتوا كمان يا شباب لو احتاجتوا أي حاجة عمكم سليم موجود.
مشاهدين. كل سنة وانتي أحلى ياسمين. سلمى يا روح قلبي، كل سنة وانتي دلوعتنا، كل سنة وانت ابني وسندي يا حازم. سارة كل سنة وانتي منورانا. وحشتني يا زكريا، وحشتني. ربنا يصبرني. الله يرحمه الشيخ محمود ما كانش بيسيب حد غيره يكبر تكبيرات العيد في ميكروفون البلد، وكان بيتعارك مع ابويا لما يخلي حد غيره يكبر. الله يرحم الجميع. عايزين نبقى نزوره يا علي. زياره القبور مكروهه في ايام العيد يا بنتي. احنا كنا بس عايزين نجرى له الفاتحه يا شيخ. خلاص سيخلص العيد ونزوره على طول. والله انا بترحم عليه كل ليله مع اني ما عرفتوش كتير. الشيخ محمود كان معرفه سفر، والسفر ده بيبين الحلو من الوحش، ورغم بعد المسافات اللي كانت بينا لكن كان يغيب يغيب ويعدي يشقر عليا. بس اخر هله كانت هله خير، دخل علينا وفي ايده البدرين اللي منورين علينا حياتنا يا شيخ جميل. ولا كنا بنحس بعيد ولا برمضان ولا باياتها ومناسبه. ربنا يقدرنا ونوفي جمايلكم علينا يا ست ريف. مش عارف من غيركم كان ممكن ايه اللي يحصل لنا. بقول لك ايه يا علي، ريح النهارده وبلاش صيد. السمك اللي جبته امبارح لساته موجود. وبعدين هو احنا مش هناكل لحمه النهارده زي بقيه الخلق ولا ايه؟ فتح الجميل ابي بعتك دي بيقول لك لسانه انت طيب. قول له الشيخ جميل بيقول لك وانت طيب وبالصحه والسلامه. قول له هيدعي لك. شكرا يا حبيبي. يا سلام. وعلى نياتكم ترزقون. ونعم بالله. ونعم بالله. اهي دي رسالة جاية من سابع سما يا رئيفة. لو ترضي بالموجود هيجيلك الموعود. يلا اسلقوا لنا اللحمة دي بقى واعملوا لنا فتة عشان نعيد. حاضر. كل سنة وانتوا طيبين. كل سنة وانت طيب يا شيخ. كل سنة طيب يا مولانا. لسه فستان الفرحة عروسة ولا ايه؟ أنا مش مصدق إن أنا اتجوزتك أصلاً يا يحيى. لا صدق يا رودي، أنا عمري ما حبيت غيرك. ولا أنا عمري حبيت غيرك. أنت حب عمري. في إيه؟ في إيه؟
شفتي عفريت ولا ايه؟ مش هتفضلي نعسانه لحد امتى؟ قومي اقعدي معايا انا متضايقه. وانا هقضي العيد لوحدي ولا ايه؟ يا مرحم من يوم جيتي بجيت العتمه وغويتي هلو هلو الله يمسيكم بالخير وضيوف الناعم حلية هلو هلو يا هلا يا حبيبي يا الغلا يا مرحب من يوم كي جيتي فجيت العتمة وغويتي مرحب من يوم كي جيتي فجيت العتمه وضويتي هلو هلو بك يا هلا يا حبيبي يا الولا سقى الله تطلع القمرة وشوف البيضة ناس سمرة هلو هلو بك يا هلا يا حبيبي يا الولا الله أستاذ لا يا بابا انا ما عايز افتح طب يلا اتفضل ورينا هتفتح ازاي يا ايه ده يا بابا انا اللي كنت عايز افتح انت بتعمل ايه تفتح ازاي يعني انا اصلا اتخضيت وافتكرت انه في حرامي جاي يسرق ايه ده حرامي معقول يلا خش اغسل ايدك كل سنه وانت طيب يلا قول لها كل سنه طيبه انت طيبه وانت يا طارق والنبي خش اعمل لنا الفته متنا من الجوع على طول فورا خلصي اكلك كله سما كل يا سعيد روح مش هتاكل معانا ليه انت عارفه لما هو ما بياكلش وهو مشغول كل اول ما تعدي الحدود كلموني وانا هطير نور يا نور سعيد عيب كده خلاص بيها ليلى معلش ايه يا حبيبي عايز ايه عاوز العب معاك ماشي اخلص شغله ونلعب سعيد هيقطع نور ماشي يلا طب وانا طب وانا كلنا حبيبتي هنلعب بعد ما اخلص شغل بالنسبة للعيال اللي دخلوا الشحنة من ورانا عايشين؟ ريهام لما تيجي تعملي لي شاي بعد كده ما تبقيش تعمليه في الفنجان بيبقى ماسخ كده ومالوش طعم يحيى بيقول نفس الكلام برضو طبعا مش تربيتي طالع لامه عارف ان الشاي ما يشربش غير في الكوبايه الازاز حاضر يا حبيبتي المره الجايه خليهم يعملوه في كوبايات ازاز طيب خدي يا مرات ابني هديتك كل سنه وانت طيبه انت طيبه يا طنط ميرسي وانت طيبه يا نعيم طنط ولو اني مش حاسه بالعيد ولا يحزنون ده العيد في الحاره حاجه تانيه ماله بقى العيد هنا ملوش يا حبيبتي بس ساكت كده وانا متعوده على الدوشه خلاص ان شاء الله يحيى زمانه جاي دلوقتي وهنروح كلنا نشوف العيد في الحاره مش عارفه اتاخر ليه وانا كمان مش عارفه بس هو قال لي هيرجع الصبح السلام عليكم السلام كل سنه وانت طيب يا نهار انت طيب يا ابني كل سنه وانت طيب يا ريهام انت طيب يا ايه اتاخرت كده ليه قلقتني الشغل حتى في العيد شغل روحي حارة ولا ايه يا امه طبعا امال ايه ده الجزار هناك وانا منبهه عليه ما يذبحش ولا يفرق لحمه لما نوصل ليه هنختمها ولا ايه امال ايه مش لازم اهل حتتك يشوفوك وانت واقف على ذبيحتك كده عشان يعرفوا انك فيك الخير يا حبيبي طب يلا انا هقوم اجهز وانزل لكم انا جاهزه طنط بس هي اللي هتلبس انت هتيجي معايا الحاره كده كده ده اللي هو ايه في ايه ايوه بلبسك ده يعني ايوه يا يحيى ده لبسي هي الحاره بيتلبس لها ايه لا انت فاهمه غلط احنا رايحين حرف بلاء مش حرف شرم ايوه برضه ما فهمتش اعمل ايه وبلبسي حته عبايه من عند امي واحط على شعرك طرحه ولا حاجه عبايه وطرحه حاضر حاضر يا حبيبي حاضر حاضر ايوه عشان لك عبايه
يلا 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 يلا. يا كيمو احنا قلنا ايه؟ مش قلنا ما ينفعش انت تبدأ في الاكل لوحدك قبل ما كل الناس تقعد على السفرة وتاكل؟ انا اسف يا مامي. ماشي هتسيبيه بسمة، احنا في عيد، كل يا حبيبي اللي انت عايزه. الله، ما هو الحق على سيادة العميد ابنك، هو اللي مجوعنا معاه، ما كانتش صينية فتة دي. ده بدل ما تقومي تساعدي؟ وانت يعني عارفة عن ابنك ان هو بيخلي حد يساعده؟ خليكي مكانك، دي اخر مرة دخلت تساعدني حرقت الاكل كله. انا؟ ايوه انت. على فكره انت بتفتري عليا، والله العظيم هو اللي حرق الاكل كله. انا برضو والله العظيم هو، بس انت طبعا مش هتصدقيني. انا هتصدقي هو. ماما عشان صينيه الفته دي مستعده تشهد زور. اخسى عليك يا طارق، انا كده برضو. لا يا حبيبتي، لا لا لا، انت اكتر من كده. بس الشهاده لله، انا بستنى العيد من السنه للسنه عشان صينيه الفته بتاعه طارق دي. الله، ربنا ما يحرمني منك ابدا. شفت الكلام؟ ولا منك. طب ما هي لازم تشهد لك طبعا. طب واحنا نروح بعيد ليه؟ الميه تكدب الغطاس. اتفضلي حضرتك ذوقي. يلا بقى ذوقي، امسكي كده. ايه؟ قولي لي رايك. ها؟ يلا ذوقي. ذوقي يا حبيبي فتة بابا. الريحه تجنن. ها؟ ايه؟ ايه؟ مش بطاله كويسه، معديه يا مش بطاله؟ لا، ده انا حاطط فيها خلطه جديده. طيب يا حبيبي ماشي. ايه ده؟ خلطه ايه؟ خلطه منين دي؟ من الناس حبايب نفسينا. طيب يا حبيبي اوكي، عباره عن ايه الخلطه دي؟ لا دي سر الصنعه بقى. اوكي. حاجه كده من ريحه الجبل. قولي يا ماما، ايه رايك؟ هيلا، تسلم ايدك يا حبيبي. انت عشان انا يعني قلت لك مش بطله، هتلف بقى على طنط عشان تسمع منها كلمه حلوه. طبعا. ربنا يخليكم لبعض يا اولاد، ولا تتحرموش من بعض ابدا. ولا يحرمنا منك يا ست الكل. ولا منك يا عمري. شفتي؟ لا بصراحة، بصراحة يعني فتة حلوة للأسف. أيوة كده بقى، خلينا ناكل بنفس. لا استنى 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 استنى، معلش اتصور الأول. وده وقته؟ الأكل مش هيطير، وبعدين الفتة هتخلص، لكن الصور هي اللي هتفضل. عشان نفتكر الفتحة. يلا كلكم بقى اضحكوا. انا قلت بقى يوسف لازم يجيبني اقول لحضرتك كل سنه وانت طيبه اول يوم العيد. فيك الخير يا بنتي، عقبال ما اجي اعيد عليكم ببيتكم ان شاء الله. كل سنه وانتم طيبين. حضرتك طيبه يا طنط. وانت طيبه يا ست الكل. يا بكاش ليه بس؟ بقول لك ايه، ما تخش تعيد على ابوك وتراضيه، ما تبقاش دماغك ناشفه زيه. انا مش فاهم يعني يا ماما، ده كله عشان خدت قرار استقالتي من الداخليه؟ وبعدين دي حريه شخصيه. عشان خاطري يا حبيبي، النهارده العيد، خش عيد يا سيف. لا نوح مشغول جدا، وبيتهيألي ان ده وقت مش مناسب خالص. النهارده العيد. العيد لكل الناس اللي انا ولا ايه؟ ما انا كمان خسران بالملايين، ده غير صوت اللي اتهزت قدام الناس. انا مش صغير يا ليلى. ونوح هيعمل لك ايه يعني؟ ايه اللي هيعمل لي ايه؟ انت عارفه ونوح عارف وانا عارف اللي يعمل الحاجات دي ستيم العطار،
مش غريب عليا يعني. انت مش هتبطل بقى يا سيف مره ورا التانيه الشماعات اللي بتعلق عليها فشلك دي؟ فشلي مقبوله منك يا ليلى. بكره تعرفي الفشل ده هيعمل ايه، وهفكرك ان نفسي طويل قوي. توكلي على الله. اهلا. اهلا اهلا. كل سنه وحضرتك طيبه. كل سنه وانت طيب يا حبيبي. ربنا يخليك ليا احلى امي في الدنيا. انت برضه هتسافري؟ لازم اسافر، محدش غيري ممكن يفك الودايع، وديك شايف الحال اللي وصلنا له. خلاص خديني معاكي. مينفعش، لازم تفضل هنا تخلي بالك من اخواتك البنات، وانا مش هتاخر، ده مشوار صغير كده لغايه البنك وارجع. طب ده مش هيبقى متعب على حضرتك؟ ان شاء الله لا، عندناش حل تاني، محدش غيري ممكن يرجع بالفلوس. متقلقش عليا، ده انا بعشر رجال. تروحي وترجعي بالسلامه ان شاء الله. اسمع يا اخوي، انت وهو اليومين دول احنا داخلين على انتخابات، واني مش عايزه مشاكل مع الحكومه. احنا مش بتعود مشاكل يا عمده، احنا لو كنا بتعود مشاكل كنا خلصناها مع بعضينا واخدنا حقنا، كان احنا عارفين الاصول. اه يا اخويا، اه بتقول ايه؟ بتعمل ايه؟ اه بعضكم دي بعضكم يعني ايه؟ يعني تاخدوا حقكم بالدراع؟ مالكوش حاكم ولا ايه؟ ما هالاصول برضو ما تزعلش. انت كمان هترد على العمده؟ وانا راضي بحكمك يا عمده. وانت يا حسنين؟ فيش جول بعد جول العمده. يبقى اسمع اللي هقوله ويتنفس. ولا رمضان، انت هتتكفل بمصاريف بيت المتصاب ده لحد ما يقوم بالسلامه. السجده كتير يا عمده، العج هيكلف كتير. هتسدد الساق طاجين، وكلمه زياده هيبقوا ثلاثه. ومن هنيه ورايح، مش عايز اعراك ولا مشاكل لحد الانتخابات ما تخلص. مفهوم يا اخويا انت وهو؟ طب يلا فرجونا. يلا يا حسنين، يلا رمضان، يلا يا اخويا انت وهو، يلا. هتتكسر العمر. بسم الله ما شاء الله، عيني عليكي بارده يا زينب. لا بقيتي عمده بجد، عمده بصحيح. لا وعيشه، ايه العظمه دي؟ ده انت بقيتي ولا صالح العطار الكبير في زمانه. امال جدع يا عيشه، زكى الشبل من زلوك الاسد. كل سنه وانت طيبه يا اسد، قصدي يا عمده. انت يا واد مش طايقني ليه؟ بتتكلم من تحت درسك ليه؟ ما بتقوليش يا عمتي ليه؟ بصراحه مش لايقه عليك يا عمتي دي، كل ما اجي اقولها لساني ما طوعنيش. بعدين انت ما تعرفيش العمه دي بتبقى حنينه كيف. ايه انا مش حنينه؟ تطفحوا، ده انت واكل شارب نايم وبتتمشى تتشمش على الزراعيه، بتعمل ايه؟ مدورك في ساقي؟ انا مش حنينه؟ لا بقول لك ايه بقى، انا بصراحه مخنوقه منك كده، وعندي كلمتين عايزه اقولهم والا هطرشك منك. مش وقت الكلام ده دلوقتي يا زين. ده هو ده وقته عبد حميد، الواد دي خلاص مجنني. بص يا فارس، صلى على النبي يا اخويا عليه الصلاه والسلام. خلاص الصلاه والسلام. الكلمه اللي انا هقولها هتعملها. حاضر يا عم. وتقعد هنا بمزاجي مش بمزاجك انت، ولو عايز تبقى معانا كل كلمه اقولها لك تنفذها، او تتوكل على الله كده وتروح مطرح ما جيت عند الجماعه اياهم، فهمني؟ زينب. نعم زينب. ايه؟ هو ده اخر كلام عندي. انت قاعد ليه يا واد؟ هتفضلي زعلانه كده كتير يا رؤيه؟ حاج ازعل يعني ولا مش حاجي؟ ده اول عيد يعدي علينا واحنا متجوزين، ينفع يسيبنك ده؟ وانا مش عاجباكي ولا ايه؟ ما هو عمك سليم سابني وسافر، وانت عارفه انهم عندهم شغل، وشفتي بنفسك ازاي اتخانق مع عمار علشان يرجع الدار. بردك يا مرات عمي، ما كانش ينفع يسيبنك ده. معلش يا رؤيه، بكره تتعودي زي ما انا اتعودت. هو انا مش زي مامتك ولا ايه؟ طبعا يا ريتها كانت في تبتك وبياض قلبك. طب يلا قومي يا حبيبتي علشان عايزاكي تعلميني الفته باللحمه بتتعمل ازاي. نفسي اطبخ لعمك سليم كل الاكل اللي كان بيحبه هو في البلد. ماشي.
بس يا سيدي رحت قايل لابويا انا عايز اروح الدار عايد مع اخواتي بس مش عارف اعمل ايه مع رؤية. لقيته بيقول لي سيب الموضوع ده عليا، واحنا قاعدين بقى بنتغدى قام جاي مزعقلي وقال لي انت لازم تروح الدار يا عمار. اقول له لا يا بابا سيبني هنا عايد مع مراتي حبيبتي. يقول لي لا الشغل اهم. قام جاي مزعقلي وقالت لي روح يا عمار. يا ابن الذين افا. بس بقول لك انا يا عمار على كده بقى الجواز ده طلع صعب قوي. صعب بس حلو يا عزيز. احساس انك تلاقي حد جنبك بيشاركك حياتك فاهمك وبيحبك ورغم ده كله برضه بيحاول يشيل معاك، حاجة ما يحسهاش غير اللي جربها. حاجة كده بتخليك عايز تحارب الدنيا كلها عشان شريك حياتك. ما خلاص بقى يا عمار في ايه؟ بتعملوا معايا كده ليه يا جماعة؟ ابوس ايدك كفاية على اخري على فكرة. بقول لك يا ابو علي احنا عايزين نتجوز الواد ده. ايه يا جدعان بقى؟ ما قلنا بلاش نفتح الموضوع ده قدامه، الولد لسه صغير يعني ده ولد ولود. حسن والله ده ما يعرفش الكلام ده. انا قايل له يا حبيبي. ليه؟ اللي ليه؟ ما في ايه؟ بقول لك ايه؟ انا عندي حتة عروسة ليك عسل. مش عايز منك حاجة يا عم عمار وما تاخدونيش في دوكة بقى، نتكلم جد شوية. خير يا عم قول فيه. انا مش هينفع بقى كبير الدار طول ما انت موجود يا حسن. خلاص اللي انت كنت سايب الدار عشانه خلص، ارجع بقى تاني يا عزيز.